هذا البرنامج وخفة اليد. الطالب إبراهيم محمد فرح إدريس طالب المستوى السادس في كلية الطب بجامعة مامون حميدة، برز من خلال هذه الموهبة ومن خلال عدد من اللغات المختلفة، فحل ضيف علينا اليوم في مساء جديد. إبراهيم مساء الخير عليك. أهلا وسهلا، منورنا كثير. الحمد لله. كيفك يا إبراهيم؟ تمام الحمد لله. الله يخليك. تمام. بداية كده إبراهيم، يمكن يعني الهواية دي غريبة فريدة من نوعها، حدثنا عن بداياتك كانت كيف مع الهواية؟ طيب في لما كان عمري 7 سنين كده كان أبوي جاب لي صندوق بتاع اللعبة بتاعت الألعاب دي يعني، وبس من اليوم ذاك الحاجة دي أنا حسيت روحي حبيته ومشيت فيها شديد، بس أنا قدامكم ده. إحنا عايزين ترجمة فورية الآن، يعني عملي، شغل عملي. أول خدعة حتقدمها لنا شنو؟ أصلاً؟ طبعا المشاهدين أكيد متشوقين يشوفوا المصحف. أنت جايب معك أدوات كثيرة كشتي أنا وما عارفة إيه. طيب زي ما شافك قدامك. نعم. دي كشتينة. اعرض على الكاميرا. كشتينة عادية، عدد كامل عادي. تمام. صح. طيب بس دايرك تقول لي اقف ايه؟ تقول لي وقف. طب وقف. هنا؟ طيب. شيلي كده ده. ماشي. احفظه انا ما اشوفه. طب مطبوس انا عايز اوري المشاهدين. تمام. اهو. حلو؟ تمام. سيدة. طيب. أوكي. طيب دايرك ترجع كرت هنا. ماشي. تفضل. الخبطه كانت هنا في النص. باي فشتان يا ابراهيم ولا بتحت بس؟ على اي فشتان. ملاحظه يا سهام الخفه والسرعه. كان كده برضه عشان الكرت صح؟ طيب هو الكرت انت قاعد ضايع، لكن انا متاكد الكرت ده هو واحد في اول 4 كروت ديل. لكن ما داري تقول لي ياتو واحد فين. تمام؟ اوكي. طيب يا 8 تشيره يا 9 تشيره يا ولد الشيرة يا عسل هارت، واحد من 4 ديل؟ تمام. طيب انا عندي هنا 1 2 3 4 كروت. وده تليفوني. شيل التليفون وخدته هناك. طيب هناك عندي هنا شو؟ تليفون واربع كروت. صح؟ طيب ليش انت عملت كده بس؟ خد التليفون هنا. خدته؟ شيل التليفون. اخده؟ اوكي. طيب شوف في كم كرت؟ عدهم؟ ايوه. يا لهوي. طيب شوف الكرت معلش هنا. راح فين؟ الكرت بتاعي. طيب حيكون مش وين؟ في التليفون. افتح التليفون. افتحه عادي يعني ولا؟ لا لا كرتك؟ الكرت في التليفون، صورة. لا تعلق. لا تعلق. لا انا افهم بس هو دخل هنا ازاي يعني بس. ازازه مكسورة. ترنينا. جميل. بتعتمد على خفة اليد ولا بتعتمد على سرعة وخفة في اليد بس؟ طب التليفون موجود يعني ما عنده علاقة بال طيب دي موهبة. قلت موهبة ما حدك شف سرك اكيد. ابدا. قلت دي موهبة من عمرك يعني 7 سنين يا ابراهيم. كيف قدرت تنميها لحد ما وصلت المرحلة دي؟ احكي لنا. والله حاولت اقرا كتب. امارس يعني الليل كله انا بكون مساهر فيها مثلا. كشتينة دي كشة دي مثلا هم قاعد فيها اسبوعين ساهر الليل كده. عندها مدارس وعندها كتب وممكن تستفيد من خلالها او تتعلمها وتنمي موهبتك من خلالها يعني؟ في كتب في كتب في مدارس لكن ما في السودان طبعا. طيب احنا عايزين نشوف نموذج ثاني. طيب كشتينة برضه ولا حاجة ثانية؟ حاجة ثانية. اوكي. الكرت راح فين فاضل؟ الجوال بتاعي انا حاجة. طيب في عطور المرة دي. حصل شفت لكم زول بياكل نار. بياكل نار؟ رح ياخذ. شكلنا حنطلع بعد شوي انت مع المصورين لوحدك. لا 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 لا. انت كويس؟ الحمد لله. لسانك بخير؟ تمام تمام. لا تعلق. فعلا فعلا. طيب انا ما عارفه لكن خلينا نرجع لكشتين احسن. ابعدنا من النيران. تمام تمام. ابراهيم انت بتدرس طب ويعني
حاضر صحيح، هي فعلا حركات محترفين. نعم يعني ابراهيم انت تدربت عليها كثير، يعني ما اي واحد ممكن ياخذ نعم نار ويمارسها في البيت. صح يا جماعة كل اللي بيتابعون الشباب الأطفال، ده حركات خطرة جدا ما بيقدر يمارسها إلا إنسان متمرس. يا ريت نحاول نبعد عن الأخطار اللي بتدور بصحتنا. واصل في الكشتينة، وأنت بتدرس طب، والطب يعني من أصعب المساغ اللي ممكن الإنسان يدرسه. إيه علاقة الطب بالخدعة دي، وهل أنت مميز برضو في مجالك ولا؟ أبدا أبدا أبدا، الطب ده لا لا نهائي، خلاص مت على جانب الموهبة وأثر على جانب الدراسة. يا بس البيت ما يكونوا سامعينك الآن يا إبراهيم، هذا عملت مشكلة كبيرة. ناخذ خدعة أخرى. طيب دار تجيري كده تاني انت انا معي. طيب برضو ما تشوفه؟ ما أشوفه أبدا. أوكي شايفه فاضل. أيوه ماشي تمام. طيب أرجعه هنا تاني برضو، هحاول أضيع كده. تمام بس كده ضاع هنا صح؟ طيب ممكن تفتح لي يدينك الاثنين؟ قربوا. طيب عند كرتك؟ لا ما هو؟ طيب امسك الكرت كده كويس، غطيه يدك الثانية كده؟ تمام. يلا شوفي أنا ماسكة عري قوي طبعا. طيب ذكرتك طيب؟ لا. لا لا. طيب انا هنا عندي 8 وهناك عندك 6 مش؟ أيوه. طيب عيني ولا بيجي جنب يدك بشيل منك 6. افتح يدك. لا ايه ده؟ لا لا مخيف يعني. يعني وترت سهام يا ابراهيم انت حركتك اللي عملتها دي. يعني احنا ما ممكن نعرف يعني التفاصيل دي بتحصل كيف؟ ابدا ابدا نهائي؟ سر منها. طيب ما خايف تعمل لك مشكلة انه فيها نوع من السحر او كذا؟ يلا يلا، دي الناس اللي حايل ما فاهمينها. انه دي بس عبارة عن تدريب وسرعة في اليد وخفة وكذا. افهم انا الكرتي في يدي يعني. لا دي ما عندها علاقة بالسرعة، لكن الكرت في يد سهام. ما دي سر منها الحين خلاص. كويس كذا حنسكت معاك بدون اقول لك حاجة. تمام. ابراهيم تقبل الناس ليك للفكره دي كيف يعني؟ ما في الناس ما بدات تخاف منك او تحاول تبعد او؟ والله في اللي بخافوا وفي انا شخصيا خفت منك بصراحه الان. مشكله الموضوع فيه سر. وفي الناس يعني بينبسطوا يعني حاجه جديده يعني. تلقى انها مطلوبه دائما منك انك اعمل لنا خدعه ورينا. والناس بتتجمهر حولك وكذا. متين بقيت محترف طيب في طوالي من اولى جامعة وانت بقيت من المحترفين ولا اخذ الزمن؟ يعني من الثانوي. من الثانوي؟ ثالثة ثانوي كنت اتمرست الوقت ذاك يعني. طيب في نموذج ثاني ممكن نشوفه؟ ممكن. طيب الناس لما تسمع انه في زول ساحر في زول كذا بتتوقع يعني مثلا حياة كبيرة، واحد يقطع اثنين. لكن ممكن تكون بسيطة بس زي الحبال دي مثلا. خفيفة. يعني مثلا أكيد أكيد هي الحبال دي حبال عادية؟ لا لا ما في أيها. متأكد؟ متأكد. أوكي. حتتقرب إيه إبراهيم حرام عليك. أنا بتخيل أفعى ولا مصيبة ف احتمال برضه. لا إذا كده أمسك حبل. طيب عندي 3 حبال. مقاسات مختلفة يعني، في واحد صغير، واحد وسط. لاحظت واحد طويل. واحد طويل. تمام. تدريج. ايوه. شيلهم بخطهم كذا. 3 حبال صح؟ يا. طيب. لو انت. ممكن ابقيهم كلهم؟ نفس المستوى. نفس الطول. بعدين يلا ممكن تصاحبها حبه وتعملها كذا يبقى حبل واحد طويل. فعلا مبالغ. اثنين واحد كذا. طيب ثبت هذا كذا. ده الحبل الطويل اللي انتم ماسكاه هنا. ده الحبل الوسط وفي النص الحبل الصغير. شوف واحد اثنين. رجعوا زي ما كانوا في الاول. طبعا ما حسألك انت عملتها كيف، لكن اكيد في الكاميرا الناس شايفه معانا وبتحكم شايفه التفاصيل. طيب يا ابراهيم، الرؤيه المستقبليه
ليك شنو يعني بتخطط شنو في المستقبل انك تنمي الموهبه دي تطورها اكثر من كده؟ ده احاول اوسع يعني ابقى يعني اكبر من كده يعني استعمل الحاد الكبير اللي كنت بتكلم عنه هسه انك تقطع زي ما بيشوف في بعض الفيديوهات الانسان يكون مقطوع نصه ويلتئم ثاني ويكون طاير ما عارفه تجده فجاه ما في هي الحاجات دي حقيقيه يا ابراهيم بيشوفها؟ كله طيب يا ابراهيم الحاجات دي ما موجوده في السودان او ما متوفره يعني اغلبيه الحاجات دي بنشوفها برا اكثر من في السودان صح يعني ناوي تعمل شنو؟ والله انا نفسي الفن ده ينتشر في البلد دي وزيه زي مثلا تعزف كمان مثلا ايوه دي آلة ودي موهبه حاجه ثانيه يعني نعم بس يعني لكن بس الحاجه دي ما وصلتني هنا لسه لكن ان شاء الله لقدام تكون في يعني انت حابب تمشي في الفكره اكثر وانك تكون عالمي اكيد بتشاهد في بعض البرامج اللي بنشاهدها يعني في محترفين على مستوى عالي بتحاول تطور نفسك كل يوم هي بس الالعاب دي ولا عندك العاب ثانيه اخرى؟ في العاب طبعا كثيره لكن ما حاسه ما حتختم لنا بحاجه اخيره ولا جيتنا بس بين ممكن اختم لكم نرجع لكوشتينا ثاني انا شايفه في ثلاثه صناديق ايش السر في كده؟ يعني كل مره بتستخدم واحده جديده مختلفه طيب الحركه دي انا دار كرتين كويس كرت لكم وكرت لي انا تمام بس قول لي قف اي حته طيب استاذ هنا طيب ده حيكون كرتين حاضر صار هشيل كرتي اخليه محمد لو جهزته في الكاميرا خلاص اوكي كرتك طيب وقف هنا ثاني اوكي هنا ستوب طيب ده كرتكم انتم ماشي تمام طيب ذكرتكم هنا صح؟ بقى هناك طوال انا ما عملت اي حاجه صح؟ لكن كرتكم جاي هنا لا وده كرت هنا فعلا يعني في حاجه غريبه جدا طيب حستمر بالكرت ده وريها الكاميرا الكرت ده قاعد فوق صح؟ ايوه حشيله واوديه في النص لكن لو عملت كده بيطلع فوق ده فممكن اوريك انه ما في شايب ثاني مش ثاني لكن بعد انا اوري الناس في ناس بتقول لي عندك ثاني ثلاثة شوايب أربعة شوايب بتوقعوا عين في عدد لكن انا ممكن اعمل لهم كده بس شوفي كلهم يبقوا شوايب لا تمام. دي طيب يا ابراهيم لو انا عايزه يعني اتعلم الحاجه دي انا هسه كده يعني ما عندي موهبه ولا عندي هوايه ولا حاجه انا دايره اتعلمها يعني اعمل شنو؟ اول ما بيكون مطلوب مني شنو؟ والله الا كتب بس انا قاعد ما بس كتب؟ انا قاعد ما رجعتني كيف لكن موهبه في الاساس يعني في البدايه بعدين تصغيرها حابب تنميها بس ما خايف انه الموهبه دي تطغي على دراستك وانه ممكن تقف في المنتصف و ممكن صح لكن انت شكلك ناوي بحاول تقدر توفق كيف طيب بيناتهم الاثنين؟ والله كده وكده بس الالعاب السحريه دي ما ممكن في الجامعه بعدين في الامتحانات الاساتذه يقول لك ممكن تستخدمها أيوة. في الامتحانات في كده تعمل لك مشاكل ممكن هي تاخذ اي جانب اخر ممكن تستفيد منها من مناحي كثيره طيب مناحي الخير اللي ممكن نستفيد من فيها من الالعاب دي شنو يعني ممكن تكون لخدمه البشريه برضه صح؟ ولا هي بس فني ترفيه فقط؟ للترفيه انا غايته شايف من وجهه نظري انا يعني لكن احتمال زول يجيب لنا حاجه جديده. نتمنى انه زول ده يكون انت. ان شاء الله. شكرا جزيلا لك ابراهيم ونحن عندنا فقره يا سهام.